الروايه الاولى لعلها تدل على المطلوب في الكافي في الجزء الخامس صفحه عشرين عن ابي عبد الله الامام الصادق صلوات الله عليه ان الله يحشر الناس على نياتهم يوم القيامه الحشر يكون طبق النيه ووفق النيه الروايه الثانيه في بحار الانوار جزء سبعه صفحه تسعه وسبعين عن ابي بصير الروايه مطوله اقتطع منها قطع قال الامام الصادق صلوات الله عليه يا ابا بصير إن أكثر من ترى قردة وخنازير طبعا هذه كلمة مرة ولكنها تعبر عن حقيقة صدام كمثال والصداميون الذين عاشوا ذئابا طول عمره هؤلاء ما كانوا بشر ما هو الفرق بينهم وبين الذئاب؟ بل لعل الذئاب تعتبر ان تشبيه هؤلاء بها هضما في حقها، <applause> لان الذئاب ربما تمشي في الطريق الذي وضعه الله تعالى لها، ما من دابة الا هو اخذ بناصيتها. ولكن هؤلاء الذين عاشوا ذئابًا طوال أعمارهم، عاشوا سباعًا طوال أعمارهم، القوة السبعية كانت توجه جميع أعمالهم، السبع ماذا يفعل؟ يقتل، يقطع، يجرح، يثب، هذه هي المنظومة الفكرية التي يعيش فيها سباع الغابة، هل تتعجبون اذا في يوم القيامة هؤلاء حشروا على صورة الذئاب، اكو تعجب في ذلك، اللي عاش ذئبا طوال حياته، هل هنالك عجب ان يحشر ذئبا في يوم القيامة؟ أو أن يكون واقعه الذي ينظر إليه أولياء الله واقع ذئب واقع سبع من السباع الضارية لا عجب في ذلك اللي عاش بهيمة طوال حياته كلمة كلمة حادة ولكنها حقيقة ليش واحد يتأثر من الحقيقة الله تعالى يقول إنهم إلا كالانعام بل هم اضل لعل وجه الاضليه ان البهيمه تمشي في طريقها اللي الله تعالى عينه لها ولكن ذلك الرجل الذي يعيش كما يقول امير المؤمنين صلوات الله عليه بين نثيله ومعتلفه في الخطبه الشقشقيه هذا الرجل الذي عاش بهيمة طوال حياته. منظومة الفكرية لا تعد منظومة البهائم، بل هو أظل. هل عجيب أن يحشر يوم القيامة على شكل بهيمة، أو أن يكون واقعه الذي ينكشف لأولياء الله تعالى واقع بهيمة؟ لا عجب في ذلك. قال يا ابا بصير ان اكثر من ترى في قضيه قرده وخنازير، ولعله طبعا والله اعلم قضيه المسخ التي كانت تجري في الامم المتقدمه لعلها كانت ظهور للواقعيات، الواقعيه تظهر. قلت له ارنيهم قال فتكلم بكلمات ثم امر يده على بصري فرايتهم قرده وخنازير فهالني ذلك ثم امر يده على بصري فرايتهم كما كانوا في المره الاولى شبيه هذه الرواية مذكورة في بحار الأنوار جزء 64 صفحة 261 ونظير ذلك أيضا مذكور في جزء 27 صفحة 30 هذه أيضا رواية